الفل، انا علياء طلعت دي سي مع علياء، والنهارده هتكلم عن فيلم جديد موجود في دور العرض السينمائيه وهو فيلم نوبادي. الفيلم من تاليف ديريك كولاستاد، وده معلومه مهمه جدا لان ديريك كولاستاد هو مؤلف وصاحب سلسله جون ويك، وده ليه علاقه بالفيلم اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، وهو من بطولة بوب أودينكريك اللي هو مشهور جدا بدوره في مسلسل بريكنج باد وفي المسلسل المشتق منه. الفيلم بدأ العرض السينمائي بتاعه من يوم 26 مارس، وهو من أوائل الأفلام اللي بدأ عرضها في الولايات المتحدة بعد إعادة فتح دور العرض السينمائية. نرجع بقى نتكلم عن مؤلف الفيلم وعلى عالم جون ويك وإيه علاقته بالفيلم ده. بتدور أحداث الفيلم دوت عن شخص عادي جدا متوسط في العمر، عايش الحياة الأمريكية المعتادة، عايش في بيت مع طفلين وزوجة وفية وجميلة، عايش حياة يعتبر مملة، كل الأيام بتتعاد شبه بعضها. الجزء الأولاني من الفيلم كل ده بيأهلنا إن احنا بنشوف شخصية عادية جدا، شخصية بنشوفها كل يوم، شخصية ممكن تكون حتى موجودة في مجتمع زي المجتمع المصري. ولكن ايه اللي هيحصل بعد كده؟ تبدأ الأحداث تتغير لما العائلة الصغيرة دي بتتعرض إلى سطو مسلح من شخصين، والأب هنا بيكون الدور عليه كما هو معتاد في إنه يحمي عائلته الصغيرة، ولكن هل هيقدر يحمي عائلته ولا لأ؟ طريقته في التعامل مع هذا السطو وطريقة التعامل مع هذا التهديد هي اللي بتحدد الفيلم بعد كده هيبقى ماشي ازاي. نوبادي اوهمني بحاجات كتير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا قبل ما ادخله ما كنتش عارفه عنه حاجات كتير قوي، كفايه بس ان اسم البطل، وانا كنت عايزه اشوف اي فيلم في السينما بصراحه، وكان الموضوع صدفه كبيره. فكنت متوقعه ان انا هنا هتفرج على فيلم درامي، فيلم اجتماعي بيتكلم عن الاسر الامريكيه، بيتكلم عن مفهوم الذكوره، بيتكلم عن المفهوم بتاع الرجوله المتعارف عليه في المجتمع الامريكي وفي المجتمعات عامه، خاصه التعامل مع البطل بعد التهديد اللي حصل لعيلته والسطو اللي حصل لعيلته، وازاي الناس كانت بتحطه في قالب معين بسبب رد فعله. ولكن بعد كده بنلاقي ان الفيلم بيتقلب تماما، الفيلم بيبقى شكله شبه افلام جون ويك، ولكن هنا بنتعامل عن بطل ولكن هنا بنتعامل مع بطل مختلف عن جون ويك. جون ويك الشاب اللي عنده قدرات استثنائية، اللي شكله واضح جدا عنده قدرات استثنائية، يعني كان ريفز اول ما بيدخل الاوضة احنا عارفين ده قاتل وان ده هيقتل الناس كلها بشكل عنيف، واضح جدا كل قدرة عنده، واضح جدا الكاريزما بتاعته. ولكن هنا احنا بنتعامل مع راجل شكله عادي جدا، شكله راجل في منتصف العمر، مش باين عليه ان هو يمتلك القدرات الجسدية والقتالية اللي تسمح له بالدور اللي قدمه في الفيلم ده. يمكن دي واحدة من اوائل الحاجات اللي عجبتني بالفيلم، لان انا ما توقعتش ان اللي هيحصل بعد كده هيحصل ازاي، وكل تصاعد كان بيحصل في الفيلم كان بالنسبة لي غير متوقع، وبالتالي كان بالنسبة لي مفاجأة لطيفة جدا. في نفس الوقت هو ما خانش ايه الحاجات اللي قدمها في اول الفيلم، اللي هي زي ما قلت مفهوم الذكورة، مفهوم الابوة، مفهوم المجتمع الابوي، وازاي الاب ده بيحاول يثير اعجاب ابنه اللي هو عايزه يكون شخص ذكر قوي يتباهى بيه، وازاي هو بيحاول يثير اعجاب برضو ابوه اللي هو احنا واضح جدا هو شخص كان بيمثل الذكورة، حتى لما بيروح للاب المكان اللي هو قاعد فيه او بيت المسنين اللي هو قاعد فيه بنلاقي ان الاب بيتفرج على افلام ويسترن كلها قتل ودم. افلام الويسترن من الحاجات المعروفة جدا انها تعتبر رمز للرجل الامريكي الذكر القوي. فاحنا هنا ما الفيلم قدم لنا الحاجات دي في الاول وما جاش بعد كده نسيها في الاخر، بالعكس هو شغال على الخطين، خط الاثاره والتشويق والعالم اللي احنا بنكتشفه عن البطل بتاعنا، واللي مش عايزه اقول تفاصيله قوي عشان ما احرقش عليكم الفيلم، ولكن في نفس الوقت هو في خط النقد بتاع المجتمع الذكوري اللي بيفرض على الرجاله بتوعه معتقدات معينه وافعال معينه علشان يقدر يكون شخص محترم في وجهه نظرهم. فاحنا هنا عندنا خطين ممكن يبانوا متعاكسين تماما، ولكن الاتنين موجودين جوه الشخص ده. في نقطة تانية بيناقشها الفيلم، وهي شخص حياة الشخص المعتاد، حياة الشخص المعتاد اللي احنا بنعتبرها حياة مملة جدا، ولكن بالنسبة لبعض الاشخاص هي حياة مطلوبة جدا. البطل هنا اخد قرار ان هو يكون شخص معتاد حياته مملة، واحنا في اول الفيلم كنا حاسين بالشفقة عليه ان هو عايش حياة احنا مش عايزينها، حياة واضح ان هو بائس فيها،
هل هو فعلا بائس فيها ولا هو ده المطمح بتاعه؟ هل هو فعلا عايش الحياة دي بإرادته الحرة ولا هو اتحبس جواها لما قرر ان هو يلغي الماضي بتاعه؟ كل الحاجات دي هنكتشفها في الفيلم، في مزيج بسيط جدا بين اكتر من فكرة واكتر من جانر جوه نفس الفيلم. شاهد الاكشن في الفيلم دوت مشاهد جميلة جدا، انا ما بحبش العنف قوي بس انا ما كنتش قادرة ما ابصش على المشاهد، لان المشاهد اولا مكتوبة حلوة قوي بالتصاعد بتاعها، ثانيا التمثيل بتاعها كان جميل جدا. مشاهد الاكشن انا بعتبرها نوع من انواع الرقص، يعني مشاهد الاكشن بتتكتب زي ما بتتكتب الرقصات في الافلام، الحركات بتاعتها لازم تكون محسوبه بدقه ولازم تكون مبهره بشكل ما. هنا هنلاقي ان مشاهد الاكشن مكتوبه بنفس الطريقه بتاعت افلام جون ويك، ولكن في اختلاف زي ما قلت ان هو هنا ده جون ويك وده عندنا بطل في منتصف العمر واضح جدا عليه الوهن الجسدي بشكل ما، على الرغم ان هو قوي ومبهر لينا خاصة في اول مرة بنشوف مشاهد القتال، ولكن واضح جدا ان هو مهواش الشخص اللي لا يهزم زي جون ويك، وبالتالي هو بيتضرب كتير وبالتالي هو بيتعور كتير، ولكن ده بيخلينا يعني منسجمين اكتر مع الاحداث اللي بنشوفها قدامنا ومع مشاهد القتال. في حاجة كمان في مشاهد القتال، الربط بين مشاهد القتال والمشاهد الاكشن والموسيقى التصويرية والاغاني. الفيلم فكرني شوية ببيبي درايفر اللي هو كان من احسن الافلام اللي ربطت ما بين الموسيقى التصويرية والمشاهد الاكشن او مشاهد القتال او مشاهد كان سباق السيارات في وقتها. فاحنا هنا بنتفرج برضو على هذا المزيج الجميل جدا اللي بيساهم في ان في احساس بالاثارة والاندماج جوه الفيلم. نتكلم بقى على التمثيل، الفيلم اغلب التمثيل بتاعه من على بوب اودينكريك اللي احنا شفناه زي ما قلت قبل كده في دور مختلف تماما، يعني احنا هنا بنشوف كاستنج جريء، كاستنج غير متوقع لممثل ما قدمش الشكل ده من الادوار قبل كده، وده كان جزء من الاثاره بتاعه الفيلم والمفاجاه بتاعته، ولكن كمان التقديم بتاع او التمثيل بتاع البطل كان ممتاز جدا جدا. احنا طول الوقت شايفين راجل في منتصف العمر واضح جدا ان هو يعني خلاص فقد الشغف بالحياه، ولكن لما بيتحط في الموقف اللي بيخليه يبقى قدام نفسه لازم ياخد قراره بنكتشف ان فيه شغف من نوع مختلف تماما. وكل المشاهد اللي بعد كده ما بنشوفش برضو غير ان في ظل بين الشخصيتين اللي جواه، بنشوف التماثل بين الشخصيتين اللي جواه ما فيش واحده منهم غلبت التانية. فالتمثيل في الفيلم كان ممتاز جدا والشخصيه كمان كانت مكتوبه كويس، ويمكن نقطه الشخصيه دي هتقودني للشخصيه اللي مضاده لي وهي شخصيه الشرير اللي في الفيلم. الشرير في الفيلم دوت عامل زي برضو الشرير اللي في افلام جون ويك، وهو شرير سلبي، شرير بيتحط في الموقف ده غصب عنه وبيضطر يجابه البطل علشان يحمي سمعته، لكن مش عشان خاطر هو شرير فعلا، فتحس ان هو في مكان غلط او اترقى او بقى شرير كبير الاشرار اللي في الفيلم بشكل ما، لكن هو مش عارف هو جه هنا ازاي، وبالتالي هو ما عندوش القدرات اللي تخليه يقدر يقابل البطل بتاعنا. فالشرير كان سطحي الى حد كبير، الكتابة بتاعت الشخصية ما كانتش كويسة، والتمثيل بتاع الشخصية علشان قد الكتابة فما فيش حاجة مبهرة فيه. النهاية فيلم نوبادي انا شايفاه ان هو كان مفاجأة لطيفة، فيلم مسلي، فيلم اكشن وعنيف، بس في نفس الوقت هو ممتع جدا. انا برشحه ليكم، ومتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة.